سول تتحرك بوتيرة سريعة، يبدو حتى أن الوقت يتحرك بشكل أسرع في هذه المدينة، حيث طاقة الشباب والأرواح الشغوفة وذكريات الماضي تتعايش معا. هذه هي سول، عاصمة كوريا. رقصة الخيل استحوذت على العالم. اللحن الجذاب لأغنية ساي غنام ستايل جعلها تحتل المرتبة الثانية على قائمة البيلبورد، وتماما مثل الأغنية الليالي في سول تشتعل مع الطاقة الكهربائية. الأيام في سول تبدأ مع حركة الناس، الكثير منهم. سول هي مدينة ضخمة التي يبلغ عدد سكانها 10 مليون، ويعود تاريخها إلى 600 سنة، ولذا المدينة مليئة بالعديد من القصص لترويها. خلال السنوات 35 من الاحتلال الياباني، يبدو في الوقت وكأن الوقت توقف في سول. مع الاستقلال استعادت لقبها كعاصمة لكوريا، ولكن تالت الحرب الكورية وتم تقسيم كوريا إلى قسمين. ما تبقى كان مدينة مشوهة ومغطاة بالرماد. على الرغم من ندوب الحرب والدمار، سول وقفت من تحت الأنقاض. التقدم المذهل الاقتصادي كان يسمى معجزة نهر الهان، وكبرت وازدهرت لتصبح مدينة ذات مستوى عالمي. سول حققت كل هذا في 30 عام فقط. تقع سول في شمال غرب كوريا الجنوبية، مساحتها حوالي 605 كيلومتر مربع، التي تحتل فقط 0.6% من الدولة كلها، ولكن أكثر من 5 سكان البلد يعيشون في سول. سول لديها تاريخ يعود ل600 عام. في هذه المدينة التاريخ والتقاليد موجودة جنباً إلى جنب مع المعاصرة. سامتشون دونغ في منتصف قلب سول تشتهر بشوارعها الجميلة، المقاهي الدافئة والمحلات التجارية الصغيرة وصالات العرض الأنيقة بنيت بأسلوب منازل الهانوك التقليدية في الشارع. إلى جانب واحد من الشوارع في قرية بوتشون هانوك، هذه القرية التاريخية ليست واجهة عرض متحف ولكنها مكان حقيقي لمسكن الناس. هذه المنازل التقليدية هي بيوت حقيقية. خلال فترة جوسون الرعاية الملكية عاشت في هذه المنازل، وخلال الاحتلال الياباني وجد الناشطون المستقلون منازل لهم فيها. وفرت هذه المنازل الحماية والراحة للكثيرين على مدى السنوات، ولا تزال تفعل ذلك حتى اليوم. هذا منزل الهانوك التقليدي، هو دار للضيافة. يمكن للزوار تجربة أسلوب الحياة الهادئة التي لا يمكن إلا للمنزل التقليدي الكوري تقديمه. يمكن النظر إلى حديقة الفناء المركزية من جميع غرف المنزل، تعطي شعور بالانفتاح ولكن من الداخل، إنها تزل تماماً من العالم الخارجي. 이 대문 안에 들어서면 딴 세상이다. 섬 같다. 서울의 완벽한 시골집. 서울 속에. 그거를 여기서 보는 거예요. في المنزل الكوري التقليدي، الجلوس والأكل والنوم فقط على الأرض، ولكن لا أحد يبدو أنه يمانع التغيير. I read in the internet and I read a few comments about how comfortable it is and it's warm and so I thought I want to use this chance to make it here. Yes.
بالقرب في الحي هناك استديوهات حرفية تقليدية لإبقاء أيديكم منشغلة. الأشياء الملونة التي هي فريدة من نوعها إنها مصنوعة من ربطة عقد تقليدية معروفة باسم مادب. ربطة عقد تلوي الأخرى يتطلب بعض الوقت، ولكن الأمر يستحق الوقت والجهد، لأنكم ستحظون بلمحة عن أسلوب الحياة الهادئ والمتناغم للعالم الكلاسيكي. ممشى قلعة سول بني من مد الحجارة. ممشى القلعة يصل بين البوابات الأربع لهانيانغ عاصمة مملكة جوسون. بعد صمت خالد أنه هنا ليصف سول كمدينة خالدة. 서울이 가지고 있는 그런 입지적인 독특성을 가장 잘 볼 수 있는 데가 성곽이에요. 그래서 성곽 위에 올라가서 쭉 보게 되면은 어떤 그 도심부죠. 현재는 그 도심부가 이렇게 산으로 해서 우여되어 있는 그런 특성을 가장 잘 볼 수 있는 위치가 그 성곽로라고 할 수 있어요. 게다가 예전에는 그 우리나라 그 전통적으로 산을 그 숭상하는 신성시하는 그러한 사상들이 굉장히 지배적이었는데 그래서 이제 산을 끼고 도읍이나 이제 도시들이 위치하게 되는 그러한 특성을 볼 수가 있어요. من فوق سور القلعة سول اليوم تقدم نفسها على أنها مدينة معاصرة. مع الجدار بينهم يتلاقون الماضي والحاضر للمدينة. هذه المدينة الضخمة العالمية تحمل الكثير من ذكريات الماضي، ومن هنا المدينة تظهر نفسها عما كانت عليه في الماضي وما هي عليه اليوم. يمتد الممشى 18 كيلومتر، والسير على طول أي واحد من الممرات سيجيزك بنظرة ثاقبة لماضي المدينة وحاضرها ومستقبلها. حتى في هذه اللحظة بالذات، العاصمة بعمر 600 سنة لا تزال تجدد نفسها بإنشاء خرائط جديدة وسمعة جديدة. بالنظر إلى الأسفل من الممشى، هناك حديقة عطرة التي أبقت على رائحتها لعدة قرون. إنها حديقة للملوك والملكات الميتين. جوميو هو ضريح ملكي، حيث تقيم أرواح الملوك والملكات لأواخر سلالة جوسون. كل عام تقام طقوس ملكية لتقديم الاحترام لهم. جوميو جيري تشير إلى الحفل. جوميو جيري أك تشير إلى العرض المرافق. جوميو جيري أك لها دلالة كبيرة تاريخية، ولقد تم الاعتراف من قبل اليونسكو على أنه من روائع التراث الإنسان الشفهي وغير المادي. نهر الهان هو رمز لسول وكذلك قلبه وشريان الحياة. لمدة 600 عام النهر تشارك مع المدينة في مصير واحد. الأولى من عدة، تم بناء جسر سكة حديد الهان في عام 1900. اليوم تمدد إلى 31 جسر من النهر الذي يربط بين الشمال والجنوب من سول. نهر هان هو اليوم والغد لسول. 세계의 어떤 도시도 강을 끼고 있지 않은 도시는 사실 없습니다. 그래서 강은 도시의 어떤 젖줄이기도 하지요.
이 한강을 중심으로 우리가 서울을 발전시키는 건 굉장히 중요하다. 경관적으로도 중요하고 생태적으로도 중요하고 그다음에 그것이 도시 골격, 골격을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있죠, 지금. منذ متى كان هناك جسور فوق نهر الهان؟ وفقاً للسجلات التاريخية، اعتاد ملوك جوسون أن يكون لديهم عشرات من المراكب الكبيرة مصطفة ومرتبطة بعضاً إلى بعض ومغطاة بألواح خشبية لسون بوجانجيو. التقدم الكوري الاقتصادي المذهل من السبعينات يعرف باسم معجزة نهر الهان. فقط منذ 50 عاماً قامت الطوافات بحمل الناس لعبوره. اليوم يزين النهر جسور عالية التكنولوجيا والمباني عالية الارتفاع. قوس قزح ملون مائي ينبثق من نافورة الأرصفة. نوافير الأرصفة هي أطول نافورة من نوعها في العالم. النهر هو المأوى ومكان لراحة الجسم والعقل. نانجيدو لديها اثنان من الحدائق البيئية الضخمة. من هنا يمكن رؤية النهر كله في كل مجده. كان يستخدم هذا المكان كموقع للتخلص من النفايات في العقود القليلة الماضية، ولكن الآن تم إيحاؤه ليكون حديقة بيئية. 당초 이 그 하늘공원과 노을공원이 있는 지역은 난지도라 해서 난초와 영지버섯으로 아주 유명한 참 서울에서 가장 아름다운 지역 중에 하나였거든요. 근데 서울이 1960년대, 70년대 급격하게 성장하면서 서울 시내에서 발생한 쓰레기를 거기 그 난지도라는 섬에다가 다 모은 겁니다. 그래서 한 30년간 모은 쓰레기로 만들어진 100m에 이르는 산을 다시 인간이 쓸 수 있도록 공원으로 만들어 놓은 거예요. في كل خريف سول تقيم مهرجان يولاليا لسكان المنطقة الحضرية للمتعة. السماء والرياح والغسق. من هنا يبدو أن جميعهم في متناول اليد. يويدو هو مركز حضري يقع وسط نهر الهان. إنه محور المؤسسات المالية ومحطات الإذاعة. بناء مبنى الجمعية الوطنية في يويدو بدأ في عام 1969 واكتمل في عام 1975 واستمر في مكانه على طول نهر الهان. بل هو أيضاً المركز السياسي لكوريا مع مبنى الجمعية الوطنية. النهر الهادئ يتدفق من خلال غابة من المباني. هذا مشهد الذي تنفرد به سول. ليس فقط الأرض التي تم إيحاؤها، هناك المزيد من المياه التي تتدفق من خلال سول الآن. تشونغي تشون بطول 5.8 كيلومتر هو تيار مائي من صنع الإنسان. بعد 26 شهر من أعمال الترميم، منطقة تشونغي تشون التي كانت تسيطر عليها الطرق السريعة المرتفعة تعثر على شكلها الأصلي كتيار مائي. الطرق السريعة ذهبت ومكانها نقطة جذب حضرية فريدة لجميع الناس. فضاء ثقافي جديد تمت ولادته. الأسرة والعشاق يأتون إلى هنا لصنع الذكريات والابتعاد عن صخب وضجة الحياة في المدينة. أصبحت تشونغي تشان الوجهة السياحية الأكثر رومانسية في سول. مع حلول الظلام، تشونغي تشون تضيء أضواء أكثر توهجاً. تدفق الماء والأضواء الملونة تجعل الليل هنا مشهد لا ينسى. إي 서울이라는 도시는 600년의 역사, 뭐 그 이전에 백제 시대부터 수도였던 역사가 있지만 이 역사를 지닌 도시로서의 정체성은 과거의 그 모습들을 어떻게 잘 복원하고 또 그들이 가진 특성을 잘 드러내느냐가
도시 경쟁력을 갖추는데 특히 문화적인 측면이나 역사, 경관적인 측면에서 중요하다 이렇게 봐서. كما هو الحال في جميع المدن الأخرى، هناك مكان في سول يحب الشباب التجمع فيه. مطمح العروض الحية إنها دي هانو. هناك أكثر من 100 مسرح صغير في الشوارع والأزقة. لوحات إعلان المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والعروض الأخرى. تليق بسمعة دي هانو كشارع للثقافة والفن. 대학로는 정말 대학로만의 그 느낌이 있어요. 외국인들도 많고 젊은 분들도 많고 어르신들도 많고 어린이들도 많아요. 다양한 연령대가 각자의 그 원하는 재밌어하는 흥미로워하는 그 부분에서 정말 즐겁게 즐기는 것 같아요. 그런 게 저한테 굉장히 신선하고 네, 또 미래가 밝은 것 같아요. 네. 365 يوم في السنة لا تسدل الستائر أبداً كعروض من مختلف أنواع المواضيع على خشبة المسرح. مُتَّهَ 살다가 또 신랑이랑 아니면 아이랑 또 연극을 보러 왔을 때 많은 에너지를 얻고 가거든요. 그 에너지를 얻어서 또 한 달 아니면 2주 이렇게 견뎌나가는 것 같아요. هنا في دي هانو خشبة العرض ليست فقط داخل المسرح ولكن في كل مكان. العروض التجريبية والتمثيليات الكوميدية ستجد حواسك معاملة خاصة حتى في الشوارع. هزلية أحيانا وفي بعض الأحيان مأساوية تقدم الشارع وليمة للذهن. هذه هي الأشياء التي جعلت دي هانو مميزة. ما هي الطاقة التي تغذي سول؟ تشتهر جنام بالأزياء من بين الأمور الأخرى. يمكن إيجاد العديد من المحلات التجارية للأزياء الراقية حتى التي تخلق ثقافة فريدة من نوعها. المنطقة أعطت علو لعبارة جنام ستايل وتمتلئ شوارعها دائما بأشخاص أنيقون. هناك دائما شيء ما يحدث في جنام. على نحو مذهل، جنام اعتادت أن تكون منطقة زراعية مع قرى صغيرة، ولكن منذ السبعينات مرت المنطقة من خلال تغييرات واسعة النطاق. وضعت الحكومة خططها العمرانية الجديدة التي طورت جنام إلى أحياء سكنية وتجارية حديثة. تم بناء الجسور لعبور النهر وتحسنت وسائل النقل وازدهرت جنام. جنام هي أيضاً مركز للأعمال التجارية استناداً إلى البنية التحتية للأعمال المتطورة. هذه المنطقة هي مواطن للشركات التجارية من جميع الأنواع والأحجام. إن الأزياء والاتجاهات التكنولوجية العالية ولدت هنا. يبدو أن الوقت يتحرك بسرعة أكبر في هذه المدينة، سرعة الخطى المليئة بطاقة الشباب. من جهة أخرى، دونغ نيمون احتفظت أكثر بماضيها التقليدي. كان هون إن جيمون البوابة الشرقية لسور المدينة القديمة. بني في عام 1396 وتلقى العديد من أعمال الترميم ليقف كما هو عليه اليوم. اسم آخر لهون إن جيمون هو دون ديمون. منطقة دون ديمون هو مطمح التسوق وساحة لمصممي الأزياء الشباب الطموحين. إنه مكان رائع للعثور على العناصر الأزياء الإبداعية من مصممين شباب في سعر لا يساوم عليه. وجهة أخرى لابد من زيارتها للتسوق هي ميوندونغ، المكان الأكثر ازدحاماً في سول. هذا المركز للأزياء يقدم مجموعة رائعة من المطاعم والكثير من الأشياء لمشاهدتها، والشوارع مزدحمة دائماً بالناس. هناك مكان حيث زوار ميوندونغ يتوقفون فيه دائماً، إنه نامسان. للوصول إلى قمة الجبل يمكنكم المشي أو ركوب التلفريك. المعالم السياحية في سول ستعرض أمام عينيكم وكأنها رسم مختلف الألوان. نمسان لديها شيء خاص وهو عدد لا يحصى من الأقفال. لا أحد يعرف تماماً كم يوجد منها هنا.
العشاق الذين تسلقوا نمسان وضعوا الأقفال هنا لحبس حبهم إلى الأبد. ترمز الأقفال لأملهم بالحب الخالد، وهم أصبحوا نقطة جذب فريدة لنمسان. الطاقة الحيوية لكوريا تنبثق من شوارع الإبداع والحرية في هونتي. في عطلة نهاية الأسبوع يتجمع الناس لبيع وشراء الأشياء المصنوعة يدوياً الفريد من نوعها في السوق الحر. إن هونتي هي أيضاً جنان الموسيقيين الشباب. يمكن لعشاق موسيقى إندي والبديلة إطلاق شغفهم في مسارح عديدة. هنا يمكن أن تجد أرواحهم المحمومة الحرية وأيضاً المشجعين. الموسيقيين والرسامين، إن هونتي تجد الفنانين من جميع الأنواع. في كل ليلة شوارع هونتي تصبح مزدحمة بالشباب. هناك أندية في كل شارع، وفي كل ليل هناك احتفال صغير مع الموسيقى والرقص.그 인디 문화가 좀 비주류 문화잖아요. 비주류 문화에서 좀 이렇게 매니아층을 잡고 있는 곳이 홍대가 좀 많이 메인이기 때문에 그 저희가 거기서 좀 승부를 좀 보고 싶어서. 네. 라이브 밴드 공연 보러 오세요. 오세요. الوجود معا والتنفس معا إنه يخلق طاقة. الشباب يحركون أجسادهم مع الإيقاع. أزياؤهم وحركات رقصهم دائما مختلفة وجديدة. هناك طاقة حيوية على مدار الساعة. إن سول هي مدينة الحرارة والضوء والعاطفة، ولا تنام سول أبداً. 이런 그 다이나믹한 포텐셜이 엄청나게 있다. 그래서 뭐 K-POP이라든지 뭐 한류라든지 이런 것이 다 여기에서 이 용광로 문화의 용광로 속에서 싹 틀 수 있지 않았나. المدينة التي تفيض بالطاقة والحيوية. المدينة التي تتغلغل فيها 600 عام من التاريخ. الماضي والحاضر والمستقبل ينبثقون من خلال سول مثل نهر الهان الأبدي.